اتحركت. اعتقد ان المولينا النهارده حققت جزء من اهدافها. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن يا اخي الكريم، النتائج ليست بايدينا، وانما النتائج بيد الله عز وجل. نحن نؤدي ما علينا، والله عز وجل هو الذي يتولى تحقيق النتائج، ولكن احنا مطلوب مننا ان نقوم بالفعل، اما النتيجه فهي عند الله عز وجل يفعل ما يشاء. ليك تفسير لعدم نزول الاخوان وحزب النور النهارده؟ الاخوان وحزب النور يعني اخواننا ولحمنا ودمنا، عقيدتنا واحده وهدفنا واحد، ونحن نحبهم ونجلهم جدا، والحقيقه اننا لا نظن فيهم الا الخير، وإن كانوا يعني هم ينهجون منهجا أو لهم أسلوب في التعامل ونحن لنا أسلوب في التعامل، لكن ينبغي أن يعلم الجميع أن المقصود بالذات في الأيام القادمة أنهم يفككون هذه الوحدة وهذه اللحمة، بحيث الانتخابات القادمة يكونش في أغلبية للإسلاميين في الإيه؟ في مجلس الشعب، فيلعبوا بقى بينا زي ما هم عايزين. مين لمين اللي بيلعبوا؟ الليبراليين والعلمانيين وغير الإسلاميين اللي هم واقفين ضد الشريعة الإسلامية. طب ممكن حضرتك تقول لنا إيه أهم المواد اللي عليها اعتراضات من حضرتك؟ هي في الحقيقة مواد كثيرة جدا، أهمها طبعا مادة الشريعة الإسلامية المادة الثانية. إحنا نريد طبعا المادة المفسرة دي ما هي إلا مادة للضحك على الدقون، يعني على الذقون زي ما بيقولوا. ليه بقى حضرتك؟ لأنه إحنا لو ذهبنا بهذه المادة المفسرة مع المادة الثانية من الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا ستقول نعم هذه المادة لتفسير المبادئ، فتعالوا قولوا لنا إيه هي المبادئ وناخد بتاع الكلام ده لتفسيرها، واخد بالك؟ لكن مش تفسير الشريعة، تفسير المبادئ. فيقول لك المبادئ اللي هي الرحمه والعدل والمساواه، ودون الدخول في الشريعه اصلا مالناش دعوه بالشريعه. متى سيقول عن الشيخ حازم عن حزبه؟ الشيخ حازم سيقول عن حزبه ان شاء الله عز وجل، والامور باذن الله خلاص وضحت الان واحنا جاهزين جدا، ولكن هذا الاعلان سيكون بعد اعلانهم هم عن الدستور.